قلوب، برنامج أنا سعيد من أعماقي بتقديمه لأمة التي أحبها. وما سمي القلب قلبا إلا من تقلبه. خلي بالك، وما سمي القلب قلبا إلا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتحويله. اللهم ثبت قلوبنا على الإيمان حتى نلقاك. قلوب سليمة وقلوب مريضة وقلوب ميتة، تعالوا بنا لنعيش مع القلوب. ولتكن البداية، يعني إيه قلب؟ ما هو القلب لغة واصطلاحا؟ القلب كما قال ابن فارس وهو من فرسان اللغة، قال: القاف واللام والباء قلب، القاف واللام والباء أصلان صحيحان، أحدهما يدل على خالص شيء وخالصه وشريفه، وقلب كل شيء لبه وخالصه. والأصل الآخر يدل على رد شيء من جهة إلى جهة، ويدل على تحويل الشيء عن وجهه، فيقال قلب الشيء وقلبه، أي حوله ظهرا لبطن. فالأول القلب، وهو قلب الإنسان، وهو أخلص وأشرف وأنقى شيء وأرفع شيء في الإنسان، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والأصل الثاني رد شيء من جهة إلى جهة، وتحويل الشيء عن وجهه، ومنه قلب الأمور، بحثها ونظر فيها عواقبها. ورجل قلب، أي يتقلب. وما سمي القلب قلبا إلا من تقلبه. خلي بالك، وما سمي القلب قلبا إلا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتحويله. اللهم ثبت قلوبنا على الإيمان حتى نلقاك. القلب كريشة ملقاه في أرض فلاه، في صحراء تقلبها الريح ظهرا لبطن. وما سمي القلب قلبا إلا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتحويله. ومن أهل اللغة من قال: القلب هو الفؤاد، لتفؤده وتوقده. وقيل الفؤاد هو وسط القلب، ومنهم من قال: لا، بل هو غشاء القلب. ومنهم من قال: القلب حبته وسويداؤه، وجمعه أفئدة. والفؤاد الرقيق تسهل إمالته، والقلب الغليظ القاسي لا ينفعل لشيء. فالأفئدة توصف بالرقة، والقلوب توصف باللين، لأن الفؤاد غشاء القلب، إذا رق نفذ القول إليه وخلص إلى ما وراءه. ومن أهل اللغة والعلم من عبر عن القلب بالعقل، واستدل بقوله تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، أي لمن كان له عقل، وهو نقيض الجهل، يقال عقل يعقل عقلا إذا عرف ما كان يجهله قبل ذلك، وجمعه عقول. ورجل عاقل وعقول إذا كان حسن الفهم وافر العقل. وقيل العقل آلة التمييز، وقيل العقل آلة التمييز، يميز بها الإنسان العاقل بين النافع والضار والصالح والفاسد. وذهب إمامنا الشافعي إلى أن محل العقل هو القلب. الشافعي يرى أن محل العقل هو القلب. وقال غيره: لمن كان له قلب أو ألقى السمع وشهد، أي لمن كان له فهم وتدبر. وفي الحديث الجميل الذي رواه البخاري ومسلم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاكم أهل اليمن، هم أرق أفئدة وألين قلوبا. فنسب الرقة للأفئدة واللين للقلوب. هذا معنى القلب في اللغة. طب معناه اصطلاحا إيه؟
الإمام الجرجاني عرف القلب في التعريفات تعريفا رقيقا، فقال القلب لطيفة ربانية، القلب لطيفة ربانية لها تعلق بهذا القلب الجسماني الصنوبري الشكل المودع في الجانب الأيسر من الصدر. تلك اللطيفة هي حقيقة الإنسان. إمام الغزالي رحمه الله عرف القلب تعريفا قريبا من تعريف الجرجاني فقال القلب لطيفة ربانية روحانية لها بهذا القلب الجسماني تعلق، وتلك اللطيفة هي حقيقة الإنسان. بالله تدبر ماذا يقول؟ يقول والقلب هو المدرك العالم العارف، وهو المخاطب والمطالب والمعاتب والمعاقب، وهو المتحمل لأمانة الله المتحلي بالمعرفة.